بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أماطت شركة بايكار التركية المصنعة لمسيرات بأقدار الشهيرة اللثام عن تصميم مشروع طائرة مسيرة قتالية جديدة. ونشرت بايكار عبر حسابها في تويتر صورة تصميم الطائرة المقاتلة المسيرة ميوز، وقدمت تهانيها بمناسبة عيد الأضحى للشعب التركي وللعالم الإسلامي بأسره بهذه المناسبة. وكانت الشركة قد وعدت المواطنين بهدية عيد مفاجئة، وذلك حينما نشرت مقطع فيديو قبل 3 أيام من العيد قالت فيه: يجري الآن تحميل هدية العيد، انتظروا 20 يوليو تموز، وهو تاريخ عيد الأضحى طبعا. وقد نشر المدير الفني لشركة بايكار سلجوق بيرقدار فيديو على حسابه في تويتر يتحدث فيه عن مشروع المسيرة المقاتلة، وقال فيه: إن الهدف المرسوم هو القيام بأول رحلة للطائرة المسيرة القتالية في الذكرى المئوية لقيام الجمهورية التركية الذي يصادف شهر أكتوبر. وأضاف بيرقدار أن المسيرة المقاتلة صممت بأيادي مهندسين وتقنيين أتراك، وقال إن هدف الشركة هو الزيادة في مجال تكنولوجيا الطائرات المسيرة لكي تكون هذه الطائرات جاهزة من الآن للمنافسة التي ستجري في المستقبل للطائرات المسيرة. وكانت صحيفة الفيجارو الفرنسية قد قالت أن تركيا أضحت خلال 15 عاما فقط واحدة من أبرز منتشي الطائرات المسيرة المسلحة في العالم، وأضافت أن المسيرات التركية ساهمت في ارتقاء تركيا في سوق الصناعات الدفاعية، لافتة إلى أن المسيرات التركية قد أخذت تنافس نماذج المسيرات الأمريكية والإسرائيلية والصينية خلال 15 عاما فقط. ونشرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تقريرا لها في أوائل الشهر الماضي قالت فيه: إن الطائرات المسيرة التركية والتي تم صنعها باستخدام تكنولوجيا رقمية قليلة التكلفة قد ساعدت في الانتصارات ضد القوات المدعومة من روسيا على أرض سوريا وليبيا وأذربيجان. وأضافت الصحيفة الأمريكية في تقرير طويل لها أن نجاح هذه الطائرات ساعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على توسيع نفوذه الإقليمي دون المخاطرة بأعداد كبيرة من قواته أو من معداته باهظة الثمن. وأضافت بأن هذه المسيرات قد شجعت أردوغان في سعيه الحازم إلى سياسة خارجية وأمنية أكثر استقلالية. وقالت الصحيفة أن التطورات التكنولوجية والمنافسين العالميين وامتناع أمريكا وإسرائيل وغيرها من تزويد تركيا بما تريد من مسيرات متطورة دفعت أنقرة إلى إنتاج بدائل غير مكلفة ونماذج أحدث الثورة في الطائرات المسيرة العام الماضي، وعلى رأسها طائرة بيرقدار TB2 التي يتم التحكم فيها عن طريق الراديو من نطاقها الأساسي بنصف قطر 200 ميل. وشبهت هذه الطائرة التركية بالبندقية الكلاشينكوف التي غيرت الحرب في القرن العشرين، مضيفة أن مجموعة من 6 طائرات منها ووحدات أرضية ومعدات عمليات أساسية أخرى تكلف عشرات الملايين فقط من الدولارات بدلا من مئات الملايين بالنسبة للطائرة MQ-9 الأمريكية. كما أكدت الصحيفة أن المسيرات التركية كانت قد ساعدت أذربيجان العام الماضي على استعادة أراضيها في منطقة ناغورنو كاراباخ، تلك الأراضي التي كانت تحت سيطرة القوات الأرمينية المدعومة من روسيا لأكثر من 2 عقدين من الزمن. وتضيف الجريدة الرصينة وول ستريت جورنال: وقد جذب أنصار أذربيجان انتباه المستوردين من تركيا، وأوقفت بعض الشركات والبلدان بما في ذلك كندا تصدير المكونات المستخدمة في TB2 في بيرقدار يعني. وقال مسؤولو الشركة التركية المنتجة أنهم قاموا بدمج كاميرا من صناعة تركية وتسريع العمل على محرك بديل، وهو أمر متوقع بحلول نهاية هذا العام. في نهاية هذا العام سوف تكون طائرة بيرقدار مزودة بمحركات وكاميرات تركية الصنع. كما ساعدت TB2 الربيع الماضي في قلب مسار الحرب الأهلية في ليبيا لصالح الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقرا لها،
والتي تدعمها الأمم المتحدة. ولا ننسى سوريا، فقد حظيت هذه الطائرات باهتمام دولي أوائل عام 2020، حيث أوقفت تقدم النظام السوري مدعوما من روسيا نحو مدينة إدلب التي كانت تسيطر عليها المعارضة المدعومة من تركيا. وفي مجال آخر، كانت أوكرانيا قد وقعت صفقة عام 2019 لشراء مسيرات تي بي 2 من تركيا، واستقبلت فعلا 6 طائرات على الأقل حتى الآن. وتجري كييف محادثات للإنتاج المشترك، وتقوم شركة أوكرانية بتصنيع محركات لأحدث طائرة من المسيرات التركية من طراز بايكار. وطراز بايكار قد تحدثنا عنه في بداية هذا الفيديو، وهو نموذج أكبر بحمولة أثقل من طائرات تي بي 2 برقدار. وتأمل أوكرانيا التي تخوض غمار حرب ضد روسيا أن تقوم هذه المسيرات بإيقاف القوات الروسية عند حدها. ومن جانبها، قالت بولندا وهي عضو بحلف شمال الأطلسي في الشهر الماضي أنها ستشتري 24 طائرة تي بي 2 برقدار. وقال مسؤولون حكوميون وشركات تركية أن العديد من الحلفاء الآخرين بالناتو بحلف شمال الأطلسي مهتمون بهذه المسيرات، وكذلك عدة بلدان بأفريقيا وآسيا. مسيرة تدعو إلى الفخر، طائرة المسيرة التركية الصنع. إلى اللقاء.